نفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن يكون لدى وزارة الشؤون توجه لتعميم تجربة التوسع في الاستثمار التي تم تطبيقها في جمعية الدسمة وبني دلقار التعاونية. وأكدت صبيح أن ما حدث في جمعية الدسمة ليست خصخصة لجمعية تعاونية، وإنما هو نوع من أنواع التوسع في الاستثمار بعد أن وصلت ديون الجمعية للغير أكثر من 7 ملايين. نقلة نوعية في العمل الاستهلاكي التعاوني بعد تجربة التوسع في الاستثمار بدخول القطاع الخاص شريكا في جمعية الدسمة وبني دلقار. هذه الشراكة اللي احنا ننادي فيها حتى في خطة التنمية، اللي هي الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، واليوم احنا شفنا هذه الشراكة شنو انتجت لنا من طبعا طريقة العرض وكذلك المنتجات المتعددة وكذلك تسهيل على المواطنين، واستمعنا إلى المستثمر شلون هو أخذ كل متطلبات القاطنين في هذه المنطقة وحاول يلبيها لهم وإن كانت في يعني أركان صغيرة متنوعة. التجربة تؤكد سياسة تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فهذا الاستثمار لن يغير في أسلوب العمل التعاوني بل في زيادة الخدمات المقدمة للمساهمين. انتقال جمعية الدسمة إلى سيتي سنتر لم تنقص من حقوق المساهمين، لم تغير من النظام التعاوني، ما زال المساهمين موجودين وتسجل أرباحهم، وكذلك يعني بالعكس أصلا تواجدت لهم أمور لم يكن متوفرة لهم في جمعيتهم من قبل. مشاركة القطاع الخاص في جمعية الدسمة يساهم في تسديد أجزاء من الديون التي استحقت بأحكام قضائية، نافية هند الصبيح عن تعميم التجربة، حيث أن الجمعيات الناجحة لا تعاني من مشاكل مالية وليست بحاجة إلى ذلك. مروان محرم، تلفزيون دولة الكويت.